السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ، الصوت واضح؟ طيب، اليوم إن شاء الله نحاول نعمل مراجعة شاملة الجزء الأول، والأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل باقي المقرر. بالأمس ختمنا مقرر الإحصاء التحليلي، واليوم إن شاء الله نحاول نعمل مراجعة للجزء الأول من البداية بإذن الله. طيب، من البداية تحدثنا في اللقاء الأول عن علم الإحصاء التحليلي، قلنا علم الإحصاء ينقسم إلى قسمين، ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين، هما قلنا ينقسم الإحصاء التحليلي والإحصاء الوصفي. نعم، هما الإحصاء التحليلي والإحصاء الوصفي. غالي يكون في السؤال أعطيك مجموعة من الخيارات، أقول لك ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين، أعطيك إحصاء كمي وإحصاء تحليلي وأعطيك إحصاء سكاني وأعطيك إحصاء، يعني أعطيك مجموعة من الأشياء من ضمنها حيكون عندي الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي. إذن علم الإحصاء ينقسم إلى قسمين، الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي، أو مبادئ الإحصاء والإحصاء التحليلي برضو صحيح. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك المصطلحات، وقلنا عندنا مصطلح المجتمع ومصطلح العينة، وقلنا العينة هي جزء من المجتمع، وقلنا دائما نحن بنهتم في الإحصاء التحليلي، قلنا علم الإحصاء التحليلي هو علم يهتم باستنتاج معلومات عن المجتمع عن طريق العينة، يعني أنا أبغى المجتمع، لكن نسبة لصعوب الدراسة في المجتمع بختار عينة أعمل عليها دراسة ثم أعمم النتيجة عن المجتمع. هذا هو المقصود بالإحصاء التحليلي، اللي هو استنتاج معالم المجتمع من خلال بيانات العينة. إذن لما أجي أعرف الإحصاء التحليلي بقول علم الإحصاء التحليلي علم يهتم باستنتاج معلومات عن المجتمع عن طريق العينة، معلومات عن المجتمع عن طريق العينة. ممكن يكون في سؤال من الصح والخطأ، أقول لك علم الإحصاء التحليلي علم يهتم باستنتاج معلومات عن العينة عن طريق المجتمع، صح ولا خطأ؟ خطأ. نعم، أقول لك علم الإحصاء التحليلي علم يهتم باستنتاج معلومات عن المجتمع عن طريق العينة، هذه صحيحة. نعم، هذا هو الصحيح. إذن ثبتنا بأنه علم الإحصاء التحليلي يهتم باستنتاج معلومات عن المجتمع عن طريق العينة. ثم دخلنا بعد ذلك في اللي هو الاحتمالات، دخلنا على الاحتمالات وذكرنا فراغ المعاينة والتجربة العشوائية، ثم بعد ذلك في فراغ المعاينة ذكرنا إنه قلنا هو عبارة عن جميع النتائج، قلنا مثلا في زهرة النيرت عندي فراغ المعاينة تكون من 6 رقام، 1 2 3 4 5 6، هذا يسمى فراغ المعاينة، يسمى فراغ المعاينة. وكذلك تحدثنا عن اللي هي أنواع الحادثة، وقلنا يمكن تكون هذه الحادثة بسيطة أو مركبة، قلنا والحادثة هي عبارة عن نتيجة من نتائج التجربة العشوائية، قلنا إما أن تكون بسيطة أو تكون مركبة. قلنا بسيطة لما تحتوي على نتيجة واحدة، مركبة تحتوي على أكثر من حدث بسيط، يعني فيها كم حدث بسيط لما كلهم مع بعض بيعطونا حاجة اسمها الحادثة المركبة. فقلنا مثلا رمي زهرة النير، عند رمي زهرة النير ظهور رقم واحد يعني أن هذه الحادثة بسيطة. قلنا في العملة إذا رمينا العملة ظهرت الوجه اللي هو مكتوب فيه الصورة هذه بسيطة، إذا ظهرت الكتابة لحالة هذه بسيطة، لكن أنا عندما أرمي عملتين هللتين ويظهر لي في الأولى صورة في الثانية كتابة، في هذه الحالة بقول حادثة مركبة. إذن الحادثة المركبة تحتوي على نتيجتين أو أكثر، الحادثة المركبة هي التي تحتوي على نتيجتين أو أكثر، أو تحتوي على مجموعة من الحوادث البسيطة، يعني مجموعة حوادث بسيطة كلها في مجملة تعطينا ما يسمى بالحادثة المركبة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن اللي هو اللي هو قلنا عرفنا الاحتمال، قلنا في الاحتمال إذا كان قلنا عندنا نظرية، قلنا إذا كان هنالك حدث ما
سميناه ألف، يتكرر حدوثه 100 مرة في تجربة حجمها نون، فإن احتماله على هذا الحدث هو اللي هو قلنا عبارة عن ميم تقسيم نون. قلنا وقوع الحدث في هذه الحالة بقسم التكرار على نون اللي هو حجم العينة. مثلا قلت إذا كان قال لي في 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 عينة من 10 شباب وجدت 2 مدخنين، إذا التكرار أول احتمال في هذه الحالة حيكون 2 من 10، 2 تقسيم 10. أو عندي مثلا في طلاب التعليم عن بعد عندي 2000 طالب وجدت من بينهم 500 متزوج، إذا عشان أحسب احتمال وجود طالب متزوج حقسم 500 تقسيم 2000. إذا بصورة عامة إذا عندي حدث ما اسمه ألف وهذا الحدث يتكرر 100 من المرات في تجربة حجمها نون، في تجربة حجمها نون، فإن احتمال وقوع هذا الحدث هو عبارة عن 100 تقسيم نون، 100 تقسيم نون. يعني أنا بقسم اللي هو هذا هو حساب الاحتمال يا شباب، هذا هو حساب الاحتمال اللي هو حاء ألف. أنا عندي قاعدة معينة، هذه القاعدة لازم نحفظها حفظا جيدا. القاعدة هي إيش؟ هي اللي هي حاء ألف بين قوسين، طبعا هذا هو الألف، حاء ألف يساوي ميم تقسيم نون، ميم تقسيم نون، تمام؟ لأنه ممكن أعطيك خيارات أقول لك ميم ضرب نون، ميم نون، كل الخيارات ما عندي مع حاجة. أنا أعرف إنه الاحتمال هو عبارة عن ميم تقسيم نون، ميم تقسيم نون اللي هو التكرار على العينة. عندي عينة من 50، عندي 5 متزوجين، حقسم 5 على 50 تعطيني الاحتمال وجود طالب متزوج. إذن هذا تعريف الاحتمال. قلنا في ظاهرة النيرف، إذا رمينا ظاهرة النيرف مرة واحدة ما هو احتمازه الرقم واحد؟ قلنا الرقم واحد تكرر كم مرة؟ تكرر 1 من 6 مرات، نعم 1 على 6، 1 على 6. طيب ما هو احتمال ظهور رقم زوجي؟ ما هو احتمال ظهور رقم زوجي؟ كم الأرقام الزوجية؟ 3، نعم الأرقام الزوجية اللي هي 2 و4 و6، 3 أرقام تقسيم اللي هو حجم العينة كلها اللي هو فراغ المعينة، هنا فيه 6، إذا حيكون 3 تقسيم 6 تصير بيساوي 1.5، تصير 1 على 2. طيب هذا بالنسبة لكيف تقدر تحسب الاحتمال. ثم تحدثنا كذلك عن اللي هو أعطيك أقول لك مثلا مسألة، أقول لك مثلا مجلس إدارة إحدى الشركات يتكون من مثلا أقول لك 5 محاسبين و4 مهندسين وأقول لك مثلا 6 اقتصاديين، تمام؟ اختير واحد منهم عشوائيا، ما هو احتمال أن يكون مثلا محاسب؟ أنا ما علي إلا أن أخر المحاسبين كم؟ عن العدد الكلي للعينة أجمعهم كلهم كم؟ صحيح؟ أجمعهم كلهم 15. المحاسبين كم؟ كم محاسب؟ 5 اللي هو كم؟ 4 محاسبين. حقول 4 تقسيم 15، 4 تقسيم 15، شباب قالوا 4 محاسبين، تمام؟ إذن يا شباب أنا بشوف الصفة المشتركة بقسمها على العدد الكلي تعطيني اللي هو على طول الاحتمال. طيب كذلك تحدثنا عن قواعد الاحتمالات، وقلنا من قواعد الاحتمالات اللي هي عندي قاعدة جمع الاحتمالات وقاعدة ضرب الاحتمالات. قلنا الجمع هو عبارة عن إذا كان عندي حادثتين حاء ألف حاء سين زائد صاد، قلنا بالتالي حاء سين زائد حاء صاد ناقص حاء سين تقاطع صاد، ناقص حاء سين تقاطع صاد. فيعني أنا قلت إذا كان الحادثتين متنافيتين معناه في لا يتقاطعان، في هذه الحالة بحسب حاء، يعني بقول مثلا حاء سين زائد صاد، تمام؟ وكانت سين وصاد متنافيتان، في هذه الحالة بقول بيساوي أحسب أنا حاء سين زائد حاء صاد.
تمام زائد حاء صاد فقط. اما اذا كان غير متنافيتان فبقوم بحسب حاء كين زائد حاء صاد ناقص التقاطع بينهم الاثنين. يعني في المساله حقتي الان قبل شيء ذكرناه لو قلت لك ما هو احتمال ان يكون محاسب او، طبعا الجمع هو او، الجمع اتفقنا ان يكون هو او، بقول لك ما هو احتمال ان يكون محاسبا او، بمجرد ما قلت او معناه ايش؟ معناه هذا جمع، جمع الاحتمالات. اذا انا بنظر المحاسب والاقتصادي ممكن الشخص الواحد يكون محاسب يكون اقتصادي؟ نعم ممكن يكون محاسب يكون اقتصادي صح؟ اذا واحد لا يمكن ان يكون محاسب وفي نفس الوقت يكون اقتصادي، يعني في حالتين متنافيتين، اما ان يكون محاسب او يكون اقتصادي. في هذه الحاله بحسب الاحتمال الاول زائد الاحتمال الثاني فقط، يعني احسب حاء س، احسب حاء محاسب زائد حاء اقتصادي فقط. محاسبين اللي هو قلت 5 4 على 15 زائد اقتصاديين اللي هم 6 على مثلا 15، بيكون ايش؟ بحسب هذه الاحتمالات تعطينا على طول احتمال وقوع انه محاسب او اقتصادي. هذا بالنسبه لقانون الجمع. قانون الضرب انظر الى التقاطع بين الحالتين، اذا كان موجود على طول احطه، ما في موجود خلاص اذا حالتين متنافيتين. هذا بالنسبه لقوانين او قواعد الاحتمالات. طيب كذلك تحدثنا عن اللي هو الناقص ايش؟ الناقص اذا كان حالتين غير متنافيتين، بيكون عندي اذا كان غير متنافيتين بيكون عندي حاء س، حاء س زائد ص، هذا حاء س زائد ص، والسين وص غير متنافيتين. غير متنافيتين معناه على طول بكون بحسب انا حاء س، احسب حاء س زائد زائد حاء ص احتمال وقوع الثاني، حاء ص ناقص زائد حاء ص ناقص ايش؟ ناقص التقاطع، التقاطع اللي هو بين الاول والثاني اللي هي حاء سميها حاء س ضرب ص، حاء س ضرب ص سميها حاء س، التقاطع هو ضرب ص، حاء س ضرب ص تمام. طيب مثال بالارقام، كان مثال بالارقام اقول لك مثلا يعني اعطيك ارقام لشخص، اقول لك اذا كان عندي متزوجين سعوديين ما هو احتمال ان يكون سعودي او متزوج؟ الشخص ممكن ان يكون سعودي ويكون متزوج، بيكون في تقاطع في هذه الحاله. اذا هذه تسمى حوادث غير متنافيه. يعني الزواج لا يمنع ان يكون سعودي، كونه سعودي لا يمنع ان يكون غير متزوج. عشان كده نسميها حوادث غير متنافيه. في هذه الحاله بحسب احتمال انه سعودي زائد احتمال انه متزوج ناقص احتمال التقاطع انه السعوديين المتزوجين في العينه كم؟ السعوديين المتزوجين داخل هذه العينه. نسميها التقاطع، نسميها ايش؟ التقاطع. هذا بالنسبه لي قوانين او قواعد الاحتمالات. هذا الجزء الاول اصلا عندنا فيه كلام كثير، عندنا فيه كيف تقدر تعرف الاحتمال، عندنا فيه كيف تقدر تعرف الاحصاء التحليلي، عندنا فيه كيف تقدر تعرف اقسام الاحصاء اللي هو التحليلي والوصفي، وعندنا فيه اللي هي قاعده الجمع، وعندنا فيه قاعده ضرب الاحتمالات. هذا بالنسبه لي الجزء الاول. بالنسبه لي الجزء الثاني، نحن طبعا شويه بنتكلم سريع شوي لانه الوقت ما حيكفينا لو حاولنا نتامل. واضح شباب؟ طيب اذا لو سالتك سؤال قلت لك الحوادث المركبه هي حوادث، الحوادث المركبه هي حوادث تتعلق ب حدث بسيط واحد، مجموعه خاليه، المجموعه الكامله بحدث مستحيل، بعده حوادث بسيطه. اللي هي بعدة حوادث بسيطة. طيب ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين هما، ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين هما، طيب الاحتمال دائما وأبدا، دائما وأبدا الاحتمال يقع بين، دائما وأبدا القيمة الاحتمالية محصورة بين، بين صفر والواحد. نعم بين صفر وواحد، ما في واحد سالب واحد يا شباب، الاحتمال محصور بين صفر وواحد. هذا يعني ان الاحتمال لا يمكن ان يكون سالب ابدا، ويعني ان الاحتمال لا يمكن ان يكون اكثر من واحد. اكبر قيمه بياخذها الاحتمال بتساوي واحد،
طيب عندما يكون الاحتمال مساوي لواحد هذا يسمى بي، الحدث يسمى بي. إذا كان الاحتمال يساوي واحد فإن الحدث يسمى بي الحدث مؤكد الوقوع، يسمى بالحدث مؤكد الوقوع. نعم إذا كان الاحتمال يساوي واحد فإن الحدث يسمى بالحدث المؤكد الوقوع. طيب إذا كان الاحتمال يساوي صفر صفر مستحيل الوقوع، صفر مستحيل الوقوع. طيب أنا لو اخترت موظف، لو اخترنا موظف متزوج ويعمل محاسب، الحدثين متزوج ومحاسب تمثلان حدثان متنافيتين ولا غير متنافية ولا حوادث متممة؟ ليش غير متنافية؟ نعم غير متنافية. ليش غير متنافية؟ ليش؟ نعم غير متنافية صحيح، لكن ليش؟ لأنه ما يمنع يكون متزوج ومحاسب، لأنه يا شباب شخص واحد نفسه يمكن أن يكون محاسب ويكون متزوج. واضح شباب؟ إذا لا ما لا 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 لأنه لا ما عنده ما يمنع ما يكون هو نفسه المحاسب، عشان كده بسميها حوادث غير متنافية. إذا عند رمي العملة، إذا رمينا العملة مرة واحدة فإن احتمال هو الصورة يمثل حادثة بسيطة، حادثة مركبة، حادثة مؤكدة، حادثة بسيطة، حادثة بسيطة. احتمال ظهور الصورة مرة واحدة يسمى حادثة بسيطة. طيب الاحتمال لا يمكن أن يكون سالب، صح ولا خطأ؟ صحيح، الاحتمال لا يمكن أن يكون سالب، هذا صحيح. هذا بالنسبة للجزء الأول اللي هو الخاص بالباب الأول اللي كان بيتكلم عن حاجة اسمها اسمها إيش؟ سميناها بالاحتمالات، سميناها بالاحتمالات وتعريف الاحتمال. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني كان بيتكلم عن اللي هو خاص بالمتغيرات العشوائية، خاص بالمتغيرات العشوائية. هذه المتغيرات لا صندوق بداخله 30 و 20 ورقة متماثلة مرقمة من 1 حتى 20 اختيرت في صندوق وورقة عشوائية، ما هو احتمال أن يكون عليها رقم يقبل الجسم على 7؟ ممكن تحل هذا؟ طيب هاي شباب يقبل الجسم على 7. طيب الأرقام من 1 إلى 20 أي رقم يقبل الجسم على 7؟ كم؟ 7 نفسه وكم؟ و 14. 7 و 14 ثاني في رقمين، إما 7 أو 14. ثاني في رقم يا شباب يقبل الجسم على 7؟ يا شباب رقمين فقط، 7 نفسها و 14 ثاني ما في، إذن 2 على 20، 2 على 20، نعم 2 من 20. يا شباب نحن دائما لما يسألون أي سؤال في الاحتمالات نناظر الصفة المشتركة، الحاجة المشتركة كم؟ قال الرقم زوجية، أي رقم زوجي تمام بين الأرقام المعصورة نفسه مع العدد الكلي. قال المتزوجين نناظر كل المتزوجين في العينة نفسه مع العدد الكلي. قال مثلا جامعين نناظر كل الجامعين كم نفسه مع العدد الكلي، يعني الصفة على العدد الكلي. واضح شبابنا؟ واضح هذا؟ طيب اذا ندخل على الجزء الثاني واللي هو الخاص ب اللي هو متعلق ب المتغيرات العشوائيه. وقلنا في المتغيرات العشوائيه تحدثنا عن، قلنا تنقسم المتغيرات العشوائيه الى جسمين، تنقسم المتغيرات العشوائيه الى جسمين هما متقطعه ومتصله. نعم هما متقطعه ومتصله. هنا اذا ما عندنا حاجه نقولها. طيب من أمثلة المتغيرات العشوائية المتقطعة، من أمثلة المتغيرات العشوائية المتقطعة ما التوزيعات؟ أنا قلت من أمثلة، أعطيني مثال لمتغير عشوائي متقطع. أعداد الطلاب، نعم عدد الطلاب، ثاني السيارات،
الجامعات، العمال، الموظفين، المساجد، هذه كلها تمثل متغيرات عشوائية منقطعة. النوع الثاني متغيرات عشوائية مستمرة أو متصلة، مثال الطول، العمر، الأسعار، الوزن، نعم وزن سعر السلعة، الحرارة، كل هذه تسمى متغيرات عشوائية متصلة. إذا نفرق الآن، عرفنا نفرق بين المتغير العشوائي المتصل والمتغير العشوائي المتقطع. طيب، وكذلك في هذا الجانب تناولنا اللي هو الدالة الاحتمال، وقلنا الدالة الاحتمال هي علاقة، هي عبارة عن علاقة بين إيش؟ بين قيم سين واحتمالاتها، بين قيم المتغير العشوائي سين واحتمالاتها. يعني ممكن أقول أكتبها كده، أقول هي علاقة بين ح س، دالة الاحتمال هي علاقة بين ح س و ها علاقة بين س وح س، نعم علاقة بين س وح س. قال الشباب، قال دالة الاحتمال هي علاقة بين س المتغير عشوائي س و ح س. بالعربي معناها علاقة بين المتغير العشوائي س والقيم الاحتمالية لهذا المتغير. يعني عملنا لها مثال، قلنا مثلا بزهرة النرد، قلنا في زهرة النرد عندي أنا الأرقام اللي هي س بتمثل الأرقام من 1 إلى 6، تمام؟ هذا 1 وبعده 2، هذه كلها اسمها س، اسمها إيش؟ س. 3 و4 و5 إلى 6. طيب قلنا احتمال ح س، معناه احتمال ظهور الواحد مرة، احتمال ظهور الواحد هيكون 1 على 6، 1 على 6. إذا هذه علاقة بين، هذه علاقة ارتباطية بين الواحد مع مين؟ مع القيمة الاحتمالية المقابلة له. وقلنا الاثنين ظهر كم مرة؟ كم احتمالها؟ 2، احتمالها كم؟ برضو 1 على 6، 1 على 6. 3 كم احتمالها؟ 3 كم احتماله؟ برضو 1 على 6. كل هذه احتمالات قيمها 1 على 6، مجموع القيم الاحتمالية كله المفروض يساوي مجموع القيم الاحتمالية، مجموع ح س، مج ح س يساوي شرط هذا، هذا شرط الدالة الاحتمالية، مج ح س يساوي 1، نعم مج ح س يساوي 1. وهذا بدخلنا في ان مجموع القيم الاحتمالية كله يساوي 1، بدخلنا على حاجة اسمها جدول التوزيع الاحتمالي. دخلنا على حاجة اسمها ايش؟ جدول التوزيع الاحتمالي. اذا في جدول التوزيع الاحتمالي عندي شرطين، اي توزيع احتمالي عنده شرطين. الشرط الاول انه الاحتمال محصور بين 0 والـ1، يعني ما اجد قيمة احتمالية سالبة نهائي. الشرط الثاني انه مجموع القيم الاحتمالية كلها يساوي 1، يساوي 1. طيب تحدثنا عن هذا، وقلنا عندنا جدول سميناه بجدول التوزيع الاحتمالي، وقلنا في جدول التوزيع الاحتمالي أول حاجة بعملها عدد، هنا مثلا الحالات عندي هنا مثلا 1 2 اللي هي علاقة بين المتغير س وحجم وس، هذه يمكن تكون شوية كده ما واضحة لكم، أشوف حاجة ظاهرة. الجدول الأول، هل هذا الجدول يمثل دالة احتمال؟ الشرط الأول ما في قيمة احتمالية، ما في قيمة سالبة، تمام. الشرط الثاني مجموع هذه القيم المفروض يساوي 1، اللي هي 0.2 و0.4 و0.6 و0.3 و0.9 و0.1، يساوي كلها مجموعة يساوي 1، مجموعة يساوي 1. إذا هذا الجدول يمثل دالة احتمال، يمثل دالة توزيع احتمال. واضح شباب؟ يعني شغلنا كله على مين؟ على العمود، على الصف الثاني اللي هو ح س. اي قيمة ح س ما في حاجة اسمها قيمة سالبة. الثاني ان مجموع ح س يساوي 1. طيب نشوف الجدول الثاني، هل يمثل دالة احتمال؟ الجدول الثاني اول حاجة انا هنا عندي اللي هي القيم هذه كلها قيم موجبة، الشرط الاول اتحقق. الشرط الثاني مجموع القيم هذه 0.6، هذا 0.9، هذا 1.4، هذا 1.6، مجموع كبير جدا جدا 1.6. إذا المجموع ماله أكبر من 1، بما أن المجموع ما بيساوي 1 على طول هذا لا يمثل جدول توزيع احتمالي، لا تمثل دالة احتمالية. واضح شباب؟ مفهوم؟ نعم مو دالة،
واضح. الآن عرفنا الدالة الاحتمالية، وعرفنا أنواع المتغيرات العشوائية، إما أن تكون مستمرة أو تكون متقطعة. وعرفنا الدالة الاحتمالية عندها شرطين، الشرط الأول إن مجموع القيم الاحتمالية تساوي واحد، والشرط الثاني عرفنا إنه أي القيم الاحتمالية محصورة بين صفر وبين واحد. طيب بعد ده دخلنا على طول في حاجة اسمها اللي هي سميناها بي، كيف أعطيك جدول كامل من هذا الجدول تحسب القيم المطلوبة. نمرة واحد قال لي أوجد قيمة كاف، هذه الكاف شايفينها أنتم، كاف أوجد قيمة كاف، أحسبها كيف؟ مجهول. كيف أحسب المجهول بالقيمة الاحتمالية؟ نجمع كل القيم الموجودة في حاسين وننظفها من الواحد، يعني واحد ناقص القيم الموجودة في حاسين، ما يكون سالب، ما تحط لي القيم ناقص واحد، لا واحد ناقص، واحد ناقص القيم اللي هي 0.3. هذه قيمة قال الشباب قالوا بتساوي 0.3، الشباب قالوا بتساوي 0.2، هذا 0.3 و 0.3 0.6 0.6 و 2.8، المفروض هذه تكون 0.2، المفروض تكون 0.2، تكون 0.2، ما في سالب يا شيخنا، سالب ما في، لأن هذه قيمة احتمالية، إذا بقت سالب معناه الجدول ده كله انهار انتهى، لا ما يطلع سالب، طلع لك سالب لأنه أنت عملت مجموع القيم ناقص واحد، لا حط واحد في الآلة الحاسبة ناقص المجموع، واحد حط الواحد في البداية ناقص مجموع مج، واحد ناقص مج حق سين، مج حق سين، واحد ناقص مج حق سين، واحد ناقص مج حق سين، كده واضح؟ استعدل معاك تمام؟ طلع موجب ولا سالب؟ واحد ناقص مج حق سين طلع ايش؟ طلع موجب، كده تمام؟ اذا عرفنا الان نحسب القيمة المفقودة كيف؟ في حد يا شباب قيمة المجهول كاف، تكون كاف، تكون فاء، تكون عين، تكون سين، صاد، مين مجهول؟ في حد عنده فيها اشكال؟ ما في. طيب اوجد حق سين بيساوي صفر، حق سين بيساوي صفر، ما لما يقول لي حق سين بيساوي صفر معناه القيمة الاحتمالية المقابلة لصفر كم؟ معناه القيمة الاحتمالية المقابلة لصفر كم؟ هذه القيمة المقابلة هي 0.2، هي 0.2. طيب اوجد حق سين بيساوي واحد، حق سين بيساوي واحد، احتمال انه سين يساوي واحد برضو 0.2، القيمة الاحتمالية المقابلة للواحد هي 0.2. طيب اوجد حق سين بيساوي 2، ليش ما في؟ لا 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 ما في حاجة اسمها ما في، حق سين بيساوي واحد بيساوي 0.2، هذه 0.2. حق سين، اوجد حق سين بيساوي 2، 2 3 لا 3 لا 3 نعم، ما هي 3 ما في، تمام. لكن انا بتكلم الان عن 2، المقابل لها كم؟ 0.1 0.1. فين ما فهمته؟ فين؟ انا لما اقول اوجد حق س بيساوي صفر معناه القيمة الاحتمالية المقابلة للصفر، الرقم في العمود الثاني المقابل للصفر كم؟ هو القيمة المطلوبة. الان قلت اوجد حق س بيساوي سالب 2، حق س بيساوي سالب 2، كم القيمة الاحتمالية المقابلة لها؟ 0.2. اذا قلت حق س بيساوي سالب 1، 0.3. إذا قلت حق س بيساوي 3، حق س بيساوي 3 صفر، ما في، أيوة صفر، نعم صفر. إذا أصبح هذه هي الأسئلة اللي عندي، قدرت أجاوب عليها من خلال هذا الجدول. طيب الآن عندي القيمة المتوقعة والتباين للمتغير العشوائي، نحن الآن نتكلم عن المتغير العشوائي المتقطع، المتغير العشوائي المتقطع، وعندنا الآن كيف نقدر نحسب القيمة المتوقعة والتباين لجدول المتغير العشوائي المتقطع. طيب القيمة أول حاجة، القيمة المتوقعة عندها قانون اللي هي برمزها بالرمز ميو، برمزها بالرمز ميو، بقول القيمة المتوقعة بتساوي مجموع س مضروب في ح س، هذا قانون أنا عامله هنا، مجموع س مضروب في ح س، مجموع س ضرب ح س. والتباين هو عبارة عن مج س تربيع مضروب في ح س ناقص ميو تربيع، يعني أنا لو قلت لك أحسب التباين غيرتك أنت تحسب وصف الحسابي التوقع.
لانه ما بقدر احسب التباين الا يكون عندي ايش؟ توقع. الا يكون عندي توقع موجود. طيب نشوف مثال. نشوف مثال. طيب من هذا المثال اعطاني هذا الجدول وقال لي على فرض ان المتغير يحقق الشروط الداله كلها المطلوب اوجد قيمه كاف. اوجد قيمه كاف. قيمه كاف 0.2. طيب القيمه المجهوله عرفناها 0.2. طيب قال لي 2 قيمه كاف 2 حق س بيساوي 0. اوجد حق س بيساوي 0. حق س بيساوي 0. حق س بيساوي 0.4. حق س بيساوي 3. حق س بيساوي 3. حق س بيساوي 2. حق س بيساوي 2. حق س بيساوي 1. حق س بيساوي 100. حق س بيساوي 100. 0 0. اذا ما شاء الله ما شاء الله تمام 100 100. الناس ماشيه كويس جدا الحمد لله. طيب نرجع لي السؤال. اذا لي اوجد القيمه المتوقعه. بمجرد ما قال لي اوجد القيمه المتوقعه انا مفروض اعمل هنا عمود. اضرب هذا الجدول بشكل عمود. اضرب س في ح س كل قيمه في القيمه المقابله لها. هنا عندي 0. هنا عندي 0.3. هنا عندي 0.3 تمام. هنا عندي 0.4. عندي هنا 0.4 تمام. عندي هنا 0.3. عندي هنا 0.3. اذا القيمه المتوقعه كم تساوي؟ كم القيمه المتوقعه؟ القيمه المتوقعه بتساوي 1. مجموع هذه القيم مجموع القيم بتساوي 1 هو القيمه المتوقعه. نعم الشباب قالوا القيمه المتوقعه بتساوي 1 ما 0.1. 1 لانه هذا 0.3 زائد 0.4 0.7 0.7 زائد 0.3 بتساوي 1. بتساوي 1 صحيح. 1 صحيح. واضح شباب؟ لا قيمة كاف بتساوي بوينت. لا ما قيمة كاف هذه، هذه عمود العام الجديد. هذا عمود جديد. قيمة كاف بتساوي 0.2. قيمة كاف بتساوي 0.2. هذه الفور هي ضرب 0.2 ضرب 4. تمام. طيب اذا هذا واحد. نغير الارقام نشوف مثال ثاني. الان من هذا المثال، هذا المثال موجود امامك. انت اوجد لي ميو. اوجد الوصف الحسابي القيمه المتوقعه لتيم هي. من هذا المثال انا قلت اضرب كل قيمه في القيمه المقابله لها ثم نجمع القيم. هنا عندي 0.1 0.2 تصير ضربهم. هنا حصير برضه 0.2. الآلة الحاسبة اشتغلوا معنا بالآلة الحاسبة شباب. 0.2 هنا 0 ما في تمام. هنا سالب. هنا سالب 0.3. سالب 0.3. هنا سالب 0.4. سالب 0.4. مجموع هذه القيم، مجموع هذه القيم هو عبارة عن مجموع القيم كلها هذه يساوي كم؟ كم يساوي؟ يلا شباب سالب 0.3. نعم يساوي سالب 0.3 تمام. يساوي سالب 0.3. المجموع عبارة عن سالب 0.3. هذا هو القيمة المتوقعة. واضحة يا شباب؟ حساب القيمة المتوقعة سهل واضح. طيب الآن نشوف التباين. نشوف مع بعض التباين. التباين التباين ما علي إلا أحسب عمود. أنا جبت العمود هذا أعطاني التوقع. أضيف عمود جديد. إيش نطلع من الآلة؟ ايش؟ نطلع من الآلة مضرب. نحن ضرب عادي يعني نعمل عمليات رياضية عادية.
في التباين انا عندي التباين هو عبارة عن اللي هو سين تربيع ضرب حاء سين، اربع قيم سين تربيع سين هذه واضربها في حاء سين في العمود هذا، سمي سين تربيع ضرب حاء سين. التباين يا شباب، التباين اسمه سيجما تربيع، هذا رمزه سيجما تربيع زي الستة، سيجما تربيع بيساوي ايش؟ بيساوي اللي هي سين تربيع ضرب حاء سين ضرب حاء سين ناقص ايش؟ ناقص التوقع اللي حسبناه كبير اللي هو ميو لكن ماله تربيع، هذا حيعطيني تباين. طيب انا الان احسب سين تربيع ضرب حاء سين، اربع قيم سين ثم اضرب في حاء سين، هذا صفر حطه هنا صفر، واحد تربيع واحد ضرب هذا حيصير بوين ثري، هذه بوين ثري، اثنين تربيع تصير اربعة، اربعة ضرب بوين تو يصير بوين ثمانية، هذا تسعة، تسعة ضرب بوين ون يصير بوين تسعة، مجموع هذه القيم ناقص القيمة المتوقعة اللي هي هذه اثنين، اثنين ناقص القيمة المتوقعة اللي هي كانت حسبناها في البداية كانت هي واحد لكن ما لا شباب، لكن تربيع القيمة المتوقعة مربعة كلها في النهاية الواحد تربيع بيساوي واحد، إذا اثنين ناقص واحد تصير بيساوي واحد، تصير بيساوي كم؟ واحد. هذا هو التباين، هذا هو حساب التباين، نضيف عمود نعمل فيه اللي هي سين تربيع ضرب حاء سين، تمام؟ طيب السؤال كيف نحسب الانحراف المعياري أو جذر الانحراف المعياري؟ هو جذر التربيع للتباين. طيب الآن لو قلت التباين بيساوي واحد، لو قلت التباين بيساوي واحد كم يكون الانحراف المعياري؟ كم يكون الانحراف المعياري؟ واحد، نعم جذر واحد اللي هو بيساوي واحد. إذا أصبح الآن عرفنا نحسب القيمة المتوقعة وعرفنا نحسب التباين ثم نحسب جذر التباين. أنت تحفظ القوانين يا شباب، أهم شيء نحفظ القوانين، إذا حفظت القاعدة القانون أمورنا بتكون زينة 100%، ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. التباين لا يمكن أن يكون سالب أصلا، التباين ما ممكن يكون سالب يا شباب، التباين لا يمكن أن يكون سالب لأن التباين هو أصلا مربع، التباين هو عبارة عن مجموع مربعات، عشان كده ما بيطلع سالب، طلع لك سالب أرجع طوال أشوف شغلك هذا يكون فيه مشكلة. طيب إذا الآن ندخل في التوزيعات الاحتمالية، ندخل في التوزيعات الاحتمالية، عندنا توزيعين، توزيع ذو الحدين وتوزيع بوسون، نخلص هذه عشان إن شاء الله المحاضرة الجاية الأسبوع اللي جاي هنكمل فيها اللي هو التقدير واختبارات الفروض الإحصائية. طيب الآن توزيع ذو الحدين هو واحد من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، إذا السؤال ممكن أقول لك توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المستمرة صح ولا خطأ؟ خطأ. إذا توزيع ذو الحدين نثبت إنه من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. واحد، ثبتنا هذه المعلومة. المعلومة الثانية أن ثبتها في ذو الحدين، شكلها حملت معي إلين هنا، إنه في ذو الحدين عندي ذو الحدين قلنا متوزعات احتمالية متقطعة، وقلنا عنده قاعدة معينة هذه ذو الحدين اللي هي احتمال ح س ح س في ذو الحدين بيساوي ن لام س ضرب شباب ن لام س ضرب نو غافسين، طيب خليها غافسين، نو غافسين ضرب لام أس سين ضرب واحد ناقص لام أس سين أس نون ناقص سين أس نون ناقص سين. وقلنا عندنا لام معطى دائما، نسبة دائما معطى، وعندنا واحد ناقص لام معناه مكمل لا. إذا قلت لك ودائما في ذو الحدين يا شباب نستخدم عندما يكون يعني هم شيء نعرف متى نستخدمه، نستخدم ذو الحدين إذا كان حجم العينة، إذا كان نون صغير، نون صغيرة حجم العينة صغيرة
وفي نفس الوقت الاحتمال كبير. ولام ماذا يا شباب؟ لام كبيرة، لام كبيرة. في هذه الحالة نستخدم ذو الحدين، نسبة صغيرة ونسبة صغيرة، حجم العينة صغير والنسبة كبيرة. تمام شباب؟ طيب، يعني لو قال لي نون في عينة كان نون بيساوي 10، كان نون بيساوي كم؟ 10. ولام، لام كبيرة كانت بيساوي، لام بيساوي 10%، بيساوي 10%. إذا في هذه الحالة نستخدم توزيع ذو الحدين، ولا نستخدم توزيع بوسون، ولا نستخدم التوزيع الطبيعي؟ نعم، ذو الحدين. إذا ذو الحدين نستخدم عندما يكون نون صغيرة ولام كبيرة، نون صغيرة ولام كبيرة، النسبة كبيرة وحجم العينة صغير. يعني أقول لك العينة من 5 كانت نسبة الثالث بتساوي 15%، على طول ذو الحدين. عكسه تماما توزيع بوسون، توزيع بوسون من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة برضه، لكن توزيع بوسون يستخدم عندما يكون ايش؟ عندما يكون نون، نون كبيرة، نون كبيرة والنسبة ما لا شباب، نون كبيرة والنسبة، والنسبة صغيرة، النسبة صغيرة اللي هي لام صغيرة، عكس ذو الحدين. يعني في الاختبار عادي جدا جدا ممكن اقول لك يستخدم توزيع بوسون عندما يكون حجم العينة كبير والنسبة كبيرة، صح ولا خطأ؟ خطأ، نعم. النسبة لازم تكون صغيرة جدا في بوسون، بوسون النسبة صغيرة جدا فيه. عندي كذلك في هذه التوزيعات ذو الحدين وبوسون عندي بعض الأشياء المهمة، لازم أعرف القيمة المتوقعة في ذو الحدين، القيمة المتوقعة في ذو الحدين اللي هي ميو، اسمها القيمة المتوقعة اسمها ميو في ذو الحدين، ها هي بتساوي، ها شباب في ذو الحدين ميو بتساوي، ها شباب نتكلم عن ذو الحدين، ميو بتساوي نون ضرب لام، نعم نون ضرب لام بتساوي نون ضرب لام. طيب التباين في ذو الحدين، التباين في ذو الحدين بيساوي، تباين ذو الحدين بيساوي، تباين ذو الحدين بيساوي نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام، واحد ناقص لام، نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام. هذه قوانين لازم نحفظها حفظ، نحفظها حفظا جيدا. طيب في ذو الحدين، في ذو الحدين الانحراف المعياري بيساوي، الانحراف المعياري يساوي ذو الحدين، الانحراف المعياري يساوي جذر التباين، جذر التباين هو جذر التباين. طيب بالنسبة لبوسون، بالنسبة لبوسون في بوسون ميو بيساوي، في بوسون، بوسون ميو بيساوي بوسون، راشبا بوسون ميو بيساوي برضو نون ضرب لام، نعم بيساوي نون، الشباب قال بيساوي نون ضرب لام. طيب في بوسون التباين سيجما تربيع، تباين بيساوي، في بوسون تباين بيساوي برضو نون ضرب لام، برضو نون ضرب لام. اذا انت خاصية من خصائص بوسون، من خصائص توزيع بوسون ان القيمة المتوقعة بتساوي التباين، هذه تحفظ حفظا جيدا. من خصائص بوسون ان القيمة المتوقعة بتساوي التباين، واضح شباب؟ اذا في بوسون الانحراف المعياري، في بوسون الانحراف المعياري بيساوي جذر التباين. هذه بالنسبة لتوزيع ذو الحدين وتوزيع بوسون. المسائل عندكم مسائل في المنظمة كافية، حاولوا تحلوا هذه المسائل، وتكون اموركم ان شاء الله طيبة. ومنجيب الى اللقاء القادم بإذن الله تعالى نتحدث عن التوزيع الطبيعي والتقدير الإحصائي واختبارات الفروض، وبنكون خلصنا المراجعة التامة العامة بالنسبة للمغرض. نعم نسيت ايش؟ نسيت شيء يا دكتورة اللي هو
اللقاء القادم نفس الوقت يوم الثلوث، يوم الثلوث يا شباب، لأن يعني يوم الأحد في حسب في جدول المحاضرات ما وجدت عندكم وقت فاضي، ظهر معي الثلوث فاضي. نعم، في معلومة مهمة جدا جدا، اللي هي قالت تقول إنه توزيع بوسون يستخدم في الحوادث النادرة. نعم، كلام مهم وكلام ممتاز. يستخدم توزيع بوسون عندما يكون احتمال وقوع الحدث نادرا، هذه معلومة مهمة. تمام. ايش هي ميو يا دكتور؟ ميو هي الوسط الحسابي، هي القيمة المتوقعة، هي القيمة المتوقعة. السؤال اللي بيقول ميو ايش هي؟ ميو هي القيمة المتوقعة، سموها الوسط الحسابي او القيمة المتوقعة، اللي هي ميو، رمز ميو، القيمة المتوقعة. كده تمام، القيمة المتوقعة. والله ذكرتينا كلنا، مش ذكرتهم، كلنا ذكرنا الآن إنه هذه حاجة مهمة جدا جدا في توزيع بوسون، إنه توزيع بوسون من التوزيعات الاحتمالية النادرة الحدوث، يعني استخدموه في الحوادث النادرة الوقوع. واضح؟ لهذه بعدين الناس كلها تتذكر إن شاء الله، إذا ظهرت لكم في الاختبار كلكم تتذكرها، لأنه أتكلم عنها في فيديو كتير يعني. أي سؤال ثاني يا شباب؟ طيب الآن نجيب هنا مع أمنياتي بالتوفيق للجميع وحتى اللقاء الأسبوع القادم. الآن نحن بطريقة بسيطة جدا جدا غطينا على الجزء الكبير جدا من المغرض، من الباب الأول إلى يمكن الباب الثالث، تبقى لنا فقط اللي هو التقدير الإحصائي واختبارات الفروض الإحصائية بالإضافة للتوزيع الطبيعي، كلها إن شاء الله في نصف ساعة من المحاضرة اللقاء القادم بنكون خلصنا كل المقرر بإذن الله تعالى. أي سؤال؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.